اخوي ايش فيك معصب مكشر يا اخوي؟ التغيير مفيد والله. ابتسم يا ابن الحلال مع الصبح، شوي تفاؤل يرحم والديك. بعد الله يرحم والديك، من برايق قلت اسمها جتك الحين؟ ما تشوفني من برايق صدق. مصور مع ما متهاوشت المرة من غيرها يعني. ياسمين من الصبح دق عليها وما ترد، دقيت على البيت وجدتي ردت وقالت انها مين موجودة في البيت. يا اخي انا ما ادري هالبنت وين تطلع له. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي وش دور المحقق كونان اللي مسوي فيها عليها؟ خف عليها شوي، عطى مساحتها. مو ضروري إذا ما ردت عليك يعني يكون في مصيبة. منصور نصيحة، لا تخلي الشك والغيرة يلعبون فيك، ترى والله بعمرك ما تخلص منها. والله المصيبة أنك أنت تتكلم وما تدري وش قاعد يصير. طيب فهمني وش قاعد يصير. أنا ماني بمريض بالغيرة مثل ما أنت تقول. أنا في أسباب تخلي بالي ينشغل. أنا تزوجت ياسمين في ليلة عرسها من واحد ثاني. نعم؟ شو؟ ايه انا ما رحت لابو ظبي صدفه، لا ياسمين كانت بتتزوج، والفستان اللي انتم شفتوها لابستها هذا كانت بتنزف فيه لواحد ثاني اسمه سلطان. وعلى فكره سلطان هذا كان واحد مريض نفسي وكان بيوذيها، وانا فكيتها منه. عرفت ليش الحين انا عايش بالشك؟ اوف، كل ده صار قبل لا تتزوجون؟ طب يا أخوي فكر بطريقة ثانية، دام البنت تركتها أهلها والدنيا كلها وجت معك، يعني البنت تحبك من قلبها. أدري والله، أدري أنها تحبني، بس أنا خايف أنها تنحش مني مثل ما انحشت من غيري. أنا كنت عن زينة يا سيد منصور. عن زينة؟ ما سمح لك تروحي لها؟ ما حدا، أنا رحت لعندها لحالي بدي أفهم منها شو الموضوع، لأنه عمايل أبوها معك ما بقى منطقية، وكل ما بسألك أنا بتسكر علي الطريق. وأوعك تفكر أني جدبة أو غبية وبتسكتني بكلمتين، عم تفهم؟ وعساك فهمتي إن شاء الله. إيه فهمت وسمعت كل شيء. وش سمعتي يعني؟ أكيد كذبت عليك من جديد وأنت صدقتي. بتحب تعرف شو سمعت يا جوزي الوفي؟ سمعت صوتك أنت وعم تقلها بدي شوفك، وعم تعمل معها مواعيد وتقلها مستنيكي لا تأخري علي. سمعت صوتك أنت وعم تقلها ليش لهلأ ما نمتي، وانك وحيد ولحالك وبحاجة حدا يوقف جنبك ليسندك. عرفت بقى شو سمعت؟ ترى هالكلام كله مو بصدق. مو بصدق ما؟ طيب معناتها خلينا نسمع هذا الشيء نحن اثنين سوا.